أكو تخوفات من بعض الوافدين إلى العراق، يقول لك ربما يسللون يبقون بالعراق. يبقون بالعراق؟ أي. لا لا لا. إحنا هذا الموضوع. تذكر حادثة 50,000 باكستاني. هذا الموضوع نعم، هذا الموضوع الحقيقة يعني ضمن أولوياتنا كأجهزة أمنية وكقوات أمنية، وإحنا لدينا مفارز، والمفارز دائما ألقينا القبض ورحلنا قسم. نعم. مفارزنا مستمرة، هناك فترة زمنية تؤشر في أي حالة في أي مكان موجود مثل هذه الحالات سوف يلتقط. بعدين لدينا إحنا منظومة إلكترونية تتعامل مع كل الحقيقة المنافذ الحدودية. نعم. في داخل المحافظات وخارجها، لذلك العملية عملية مراقبة فنية. أنا أكدت على الجهد الفني، الجهد الفني حقيقة يعني كان له دور مهم في تعزيز الاستقرار وإدامة وتنسيق العمل بين القطاعات الأمنية. نعم.